ما بين تخيل تفاصيل هجرة الرسول والهجرة كما حدثت مساحة يختلط فيها تاريخ السيرة بالجغرافيا التي تمثلت بمواقع وأماكن لم تفارق مخيلة الناس. تنية الوداع أحد أشهر هذه الأماكن، فمنها لاحت ناقة النبي محمد وإليها توجه أهل المدينة ملوحين بسعف النخيل ضاربين الدفوف. الثانية صارت اليوم شوارع وأرصفة وجسورا عريضة. تقترب من سيرة الثنية والأنشودة التي لازمتها تفاجأ بأن هناك ثلاثة ثنايا لا واحدة، شمالية وجنوبية وشرقية، وإن الأنشودة لم تكن في استقبال الرسول المهاجر بل كانت في استقبال الرسول المحارب العائد من غزوة تبوك. نشيد الخالد كان بعد غزوة تبوك وكان من هذا المكان، حيث أن هذه الثنية تقع إلى الشمال من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من الناحية الجنوبية. منطقة قباء أو قبا كما يقول أهل المدينة هي المكان الأول الذي وصل إليه الرسول من مكة، وفيها يقوم الجامع الذي يحمل اسمها. النشيد كان في ثنية الوداع الجنوبية التي نحن موجودين فيها الآن غربي مسجد قباء. هذا عن النشيد والثنية، أما تسميتها بالوداع فلها قصة أخرى. كان الصحابة معهم نساء المتعة، فقالوا يا رسول الله معنا نساء المتعة، فنزل تحريم المتعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أتركوهن فودعوهن من هذا المكان، فسميت هذه المنطقة بثنية الوداع. اختلفت التفاسير أم اتفقت، صحت أم لم تصح، فإن الوداع تحولت إلى نقطة فصل بين سيوف قريش المشهرة وحضن المدينة المفتوح للنبي ورفيق هجرته.